ننتقل الآن من مديرية الجعفرية إلى العقيق اليمني، نبقى في الأجواء اليمنية. والعقيق اليمني هو نوع من الكوارتز ويتركب كيميائياً من أكسيد السيليكون المسمى كارنيليان، ويعتبر من أهم أنواع الحجارة الكريمة التي ارتبط اسمها باليمن، حيث أنها اشتهرت بها منذ القدم، إذ أنه يعد من الثروات المهمة في البلاد. ويعتبر العقيق اليماني من المنتجات الرائجة أيضا على المستوى العالمي، نظرا لخصائصه الفنية والجمالية العالية من حيث ألوانه وأحجامه ورسوماته، بالإضافة إلى أنه من الأحجار الكريمة التي تتميز بصلابتها العالية غير القابلة للخدش. نعم، إذا تفاصيل أكثر حنتعرف على العقيق اليماني وأيضا إنتاج وصنع وزخرفة الفضة مع العقيق اليماني أكيد حنتعرف عليها في هذا الفيديو. خليكم معنا. في بلد يتنوع بآثاره وتراثه العريق، يجد الزائر لقبلته معالم حاضرة على ما يتميز به عن غيره من الشعوب. ولعل حجر العقيق اليمني إحدى هذه الشواهد على ذلك، حيث يعد العقيق من أهم أحجار الزينة الموجودة في اليمن، لما له من خصائص جمالية تظهر عند وضعها على خواتم من فضة وتلبس على أصابع الرجال كرونق جمالي يضفيه على المصنوعات التراثية والمشغولات الخاصة بملابس النساء وزينتهن. أهميته وحضوره لدى اليمنيين تاريخياً، حيث ذكرت الروايات والسير تختم الرسول صلى الله عليه وسلم بالعقيق وترغيبه للناس بذلك، حيث أصبحت مسألة اقتنائه عادة وظاهرة شعبية رائجة بين أوساط المجتمع وبشكل لافت، إضافة إلى اعتباره زينة للتفاخر لدى الجنسين من الرجال والنساء على حد سواء. وللعقيق اليمني ألوانه الأخاذة وأحجامه النادرة، إلى جانب الزخارف التي يحتوي عليها من صور وأشكال ورسومات متعددة تسحر عيون الناظرين إليها. ويشتهر العقيق بأنواعه الكثيرة تختلف باختلاف المنطقة المستخرج منها، فهناك العقيق الرماني الكبدي الأحمر، والذي يعتبر من أثمن أنواع العقيق اليمني لأنه يحظى بأهمية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يعتبره الكثيرون حجراً يمنح البركة ويمنع الحسد. ويتميز هذا النوع من الحجارة بلونه الرماني المشابه للون الياقوت. وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية العقيق المزهر، والذي يعرف أيضا بالعقيق المصور، وذلك بسبب وجود صور وأسماء ورسومات في داخله. حجر الدم هو نوع آخر، ويعتبره الكثيرون بأن له فائدة في حبس الدم، ويتصف هذا الحجر بعدم شفافيته، إضافة إلى أنواع أخرى تملك ذات الأهمية والاستخدام. يقوم الحرفيون اليمنيون باستخراج أحجار العقيق على شكل كتل صخرية مأخوذة من قمم الجبال مختلفة الأوزان والأحجام، لا يتجاوز وزن الخام من العقيق فيها الكيلوغرام الواحد. وتبدأ عملية إنتاجه بوضع تلك الكتل الصخرية في فرن بدرجة حرارة معينة لفترة 24 ساعة، وذلك ليتم تليينه. بعد ذلك يلصق العقيق في كمية من اللب، وهي مادة من اللبان والرماد، لإزالة الشوائب، ثم يقطع بأدوات خاصة وبدقة فائقة إلى فصوص مختلفة الأحجام والأشكال والألوان. ومن ثم تبدأ مرحلة حك الفصوص على الحجارة الملساء المستوية على النار عدة مرات، وصولاً إلى المرحلة الأخيرة وهي التنعيم من خلال الصقل بالطباشير، وهي المادة الأخيرة التي يجهز فيها العقيق قبل عرضه للبيع. مجاهد دعقين الآنسي، مدرب أحجار كريمة وشبه كريمة، تمام، أعمل مدرب في هذا المركز.
أول حاجة بأماكن تواجد الأحجار ومن أين يتم استخراجها. يتم استخراج الأحجار العقيق من محافظة دمار منطقة آنس، يتم استخراجه من الصخور من الجبال عن طريق المحجرين، هذا في البداية يتم استخراجه. إحنا بعد ما يتم استخراجه من الجبال يتم تشكيل الحجر، أخذ الحجر وفحصها العينة وتم تشكيلها وقصها إلى شرائح على حسب الحجم المناسب في تشكيل الفص، سواء فصوص أو قلائد أو مسابح أو عقود، هذا من جهاز الحجر. الحجر تمر بعد عملية أخذها وقطعها بالمنشار، بآلة تسمى المنشار. الآلة هذه اللي بدأناها في مرحلة تشكيل الفص من البداية، نقصهم إلى شرائح، الشرائح هؤلاء بعد عملية تحديد الحجم والشكل تسمى الجلخ، بآلة تسمى مثلا الجلخ، يكون الشكل فيها الشكل الأساسي للحجر. ثالث حاجة تسمى مرحلة التركوب، وهي إزالة الشخوط والنمش من الحجم من الفص نفسه. المرحلة الأخيرة مرحلة التلميع بالصنفرة، يتم مرحلة في هذه المرحلة تكملة الشوائب وإظهار الفص باللمعان حقه والبريق حتى يكون الفص جاهز وتطبيقه على الفضة. استخدامات العقيق في الزينة، في خواتم أو قلائد أو مسابح أو عقود نسائية، الأغلب في الزينة. العقيق اليمني يتميز بجودته عالميا من جهة الصلادة، اللمعان، البريق، النقاوة، هذا مميزات تكون مميزة على مستوى العالم. أنواعه بدو أفضلها الأحمر الرماني والكبدي، ومنها ما في ألوان من الأصفر وعسلي، ومنها المزهر، ومنها المصور، منها أكثر من لون، منها السماوي والوردي والبنفسجي، لها عدة ألوان منها، لكن أجوده وأفضله هو الأحمر الرماني والكبدي كدرجة أولى. الفصوص اللي بتكون مصور منها ما يكون طبيعي، وتكون الصورة في داخل الفص في العمق، في أنواع من المزهر، نوعات من المزهر، صورة أو اسم بتكون في العمق، فمنها طبيعي، ومنها ما يكون معدل، فيه تدخلات حرفية. الحرفي بيعمل لي لمسة فنية حتى بيظهر الشكل، ما كانت في كعبة أو اسم كذا بيكون فيها تدخلات حرفية، يعني يفهموها الحرفيين، وما كانت في عمق الحجر في داخل الحجر في بتكون طبيعية 100%، ما فيهاش أي تدخلات. أسعارها بتكون على حسب الفص، جودة الفص والمميزات اللي بيكون فيها، تكون طبيعي وغير معتل وطبيعي داخل الحجر بتكون أسعارها غالية جدا يعني مرتفعة. الصعوبات اللي بنعانيها كحرفيين انه عدم توفر الامكانيات في اداره الحرفي نفسه، لا توفر له الالات اللي ينافس بها المنتجات الاجنبيه. ثاني حاجه ما بيطغى علينا من المنتجات الاجنبيه وشبيهه ومقلده، بتطغى على السوق حتى الحرفي ما يصير يواكب هذا المنتجات، فبتاثر على الحرفي. الحرفي في الاخير بيدخل في منافسه في جوده لا يصير ينافس لا بالجوده ولا عن طريق الامكانيات، فبيكون عليها هذا تعتبر صعوبات مؤثره على الحرفي نفسه. إذا تابعنا هذا التقرير عن العقيق اليمني، ودائما خلص اليمني معروف لما بالخاتم من إيده، بميز الناس اليمنيين أنا. حمير مع عقيق كمان. صاروا ناس كثير بيلبسوا الخواتم اليمنية اللي فيها عقيق، ربما حتى التجار أيضاً الأتراك صاروا حتى بينافسوا في هذا المجال، بس العقيق اليمني بيكون مميز عموماً يعني. صحيح، والجميل إنه كمان لما بيدخلوا العقيق هم صناع العقيق بالفضة اليمنية خاصة بلباس السيدات، العقد له اسم كمان خاص، القد. أعتقد اسمه مش مستحضرهم. نعم، مع الفضة اليمنية بيكون رائع جدا. وطبعا إذا تحدثنا عن صناعة العقيق فهي من أصعب كمان المهن حمير، مثل ما تابعنا بالتقرير فيها خطورة، يعني قص الأحجار ممكن تعور أصبع يد اللي بيحاول أنه هو يقصها. صحيح، ولكن كان طلع معنا من قبل تقرير أنه في أيضا بنت كانت أبدعت في تشكيل العقيق وفي التفنن بصناعتها، فتحس انه الموضوع نابع من انتباه اليمنيين. نعم. ممكن تقولي بنزود في الفكره هذه، ولكن عموما يعني جميل انه كثير يمنيين، والان اجت ايضا بنت انضافت الى هذا المجال وانضافت الى هذه المهنه الجميله اللي فيها فن، وتحس انها بترسم ايضا الفص رسم. اي غلطه ممكن يخرب الفص، خرب الفص يعني خسر التاجر اللي بيحاول انه هو يجهز ويصلح في هذا الفصوص. نعم، اذا يعني الان كل المراه دخلت في كل المجالات وكل نعم. المهن، ولكن اعتقد يعني هي حابه تحافظ على هذه المهنه لانه يتميز فيها اليمنيين عالميا. العقيق اليمني مميز عالميا. نعم. يعني بجماله وباتقان صنعه وايضا بروعه الوانه. صحيح، جميل. نعم.